قال لي نكتبها انا وياك. قلت له لا لا ماشي مشكل. اي راضي حسيت نكتبها انا وياك. قال لا Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi.
الجزائرية الجزائرية فلسطين فلسطين شهداء فلسطين شهداء فلسطين 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 شهداء فلسطين شهداء فلسطين المباراة تكون فيها الخير لنا ان شاء الله ونفوزوا بالمقابلة على حسب التحضير اللي قام به الناخب الوطني، يعني ان شاء الله يكونوا في فورمة جيدة ان شاء الله. يوسف بلالي اكيد سعيد بعودته الى المنتخب الوطني، يتحدث اليكم اكيد وزار بها على عودته الى المنتخب الوطني، اكيد رفعت معنوياته. اكيد اكيد سعيد لعودة الفريق الوطني وان شاء الله راه متحمس ان شاء الله وين يبدا باش يبذل مجهود كبير ان شاء الله ويمثل الفريق الوطني والعالم الجزائري باحسن احسن تمثيل ان شاء الله. المهم الحمد لله كي لحقنا على خير وعلى خير بخير وعلى خير. حظوظ الفريق يعني لان ماهوش فريق راح يكون منافس وحده فوق الملعب، هناك فرق حتى هي راهي تنافس على هذه الكاس هذه. احنا واش نتمنوا الفريق تاعنا يكون في فورمه يعني جيده وان شاء الله وخاصة الانطلاقة تكون الانطلاقة جيدة وخاصة المقابلة تاع غد ان شاء الله، حنا نتمناو تكون فيها الفوز. هذه هي اللي خاطر كلشي المقابلة الأولى كي ينطلقوا تنطلق الفريق والفريق نتاعنا راهو اليوم يعني في تشوف يعني الظروف اللي راهو موجود فيها راهو أحسن ما يرام، لأن الاتحادية الجزائري لكرة القدم على رأسها سي صادي يعني وفر كل 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 ما يتطلبه يعني الفريق الوطني، وكان كانت يعني وخاصه عندهم فندق وحدهم كاين الاخر مرات، اذا التدريبات كانت في مستوى كل يعني اليوم ما شفنا ما سمعناش كاين كما كان دي بليسي ولا حاجه، وانما اليوم دونك اذا الفريق اليوم متكامل وفيها لاعبين جدد يعني اللي راهم ينتظروا باش يبينوا روحهم وان شاء الله يكون. انصار يعني اولا نشكر رئيس الدوله تاعنا سي عبد المجيد تبون
كما نقولوا عمي مجيد. دونك حنا واش نقولوا هذا هذا هذه المبادره هذه اللي دارها الرئيس تاعنا ان شاء الله جاو اليوم المناصرين جاو معنا زنادينا في فرد طائره كانت يعني كانت نومبيونس اكسترا. هذا هو الشيء اللي يخلينا نزيدوا نتفائلوا اكثر فاكثر. يعني نشكرهم بزاف خلاص المناصرين اللي جاوا وداروا واحد لومبيونس في الطائره. ان شاء الله غدوه يديروها في الملعب ونديروها في الملعب مع بعضنا، لان اليوم ما جيناش كمسؤولين، راحنا جينا كل مناصرين، ما كانش فينا واحد مسؤول واحد في الاخر، كلنا احنا مناصرين للفريق الوطني. 1-2-3 فيفا الجيري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رحله اللي كانت ممتعة نقدر نقوله مع الأنصار. الحقيقة كان أجواء مميزة في الطائرة مع المجيء نتاعنا كمكتب فيدرالي. أكيد احنا مشجعين قبل ما نكونوا أعضاء في الاتحاد الجزائري، وعلى الأقل جينا باش نساندوا الفريق الوطني، نساندوا الأعضاء الوطنية بقيادة الكوتش. إن شاء الله الدورة هذه ترجع الجزائر المكانة نتاعها الإفريقية، ولما لا نعاود التتويج باللقب القاري الثالث إن شاء الله. ونتمنوا تكون دورة ناجحة على كل المقاييس إن شاء الله. نشوفوا دور أول الجمهور راه يتوافد وما زال يتوافد بك، كثر منا إلا جينا دور ثاني إن شاء الله راح تكون جماهير حاضرة بقوة. واش تطلبون على التنقل الجزائري؟ اكيد الجمهور الجزائري معروف بالتشجيع نتاعو، معروف بالمناصره نتاعو وبالتنقلات نتاعو. ان شاء الله نتمنوا كما يقولوا الدخول تاع العناصر الوطنيه في الدوره هذه يكون دخول قوي، على الاقل تكون مسانده كبيره. وان شاء الله تكون دوره مميزه، لانه معروف الجزائري كي يحب يعمل شيء يقدر عليه. ان شاء الله نتمنوا التوفيق من ربي سبحانه، ونعودوا باللقب القاري ان شاء الله مره هذه. ان شاء الله تروزيام ايطول، ان شاء الله تروزيام ايطول. عندنا بارتي تاع بوركينا فاسو هي الدونجي زعما، ما تبقى سهل. يعني شوفوا فيك التريكو تاع حمري حمراء جاي من الوالد. وفي المنتخب ان شاء الله. مازال كاين زعما جمهور وفير زعما في الدوزيام تور، غبنهم غير بي بروبليم تاع بي. اجراءات ندير فاكسان تاع مالاريا، راه عندي الثلاث مهنة تاعي. جينا مع شركة موبيليس، نشكر شركة موبيليس على هذه الرحلة. جينا نساندوا الفريق الوطني وين ما يكونوا نكونوا معاهم ان شاء الله. في اخر ان شاء الله نجيبوا لاكوب ونولوا للبلاد ان شاء الله. ها لازم 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 درنا الفاكسان، تبعوا واش قالوا لنا الاطباء تما، ف ونساندوا الفريق تاعنا مهما كانت الظروف وين ما كانوا لازم نوقفوا معاهم. هذه هي. الله يبارك فيك. شكون؟ علاش مازال زين نمشيو؟ واش حمزة؟ شوف السلام عليكم هي الاولى. واش راكم صار لاباس؟ والله غير لحقنا لاباس الحمد لله، ماهيش معاناه طويله والله، ربع سوايع ونص فول ديريكت مليحه برك. وانا رايحين ديجا دوكا لوتيل. انا واش نقول لك، انا الماتش تاع غدو بربي ان شاء الله نتوقعوا يكون 3-0 للجزائر، وانا متوقع ان شاء الله بالماضي بربي ان شاء الله ما يكون في ديمي فينال ان شاء الله، اقل احتمال ديمي فينال ان شاء الله. وي لا تنقلت انا مع شركه تورين، يعني كثر خير عمي تبون دار لنا 50% هذيك يعطيه الصحه. وحبيت نقول لك برك عمي تبون كنت كاليفا دوزيام تور، زيد الزنا فاقه وخلينا نريحوا ثم كلا تجيبنا نروحوا برك، خلينا نعزروا المنتخب ان شاء الله. وماذا بينا تكاليفا ان شاء الله دوزيام تور ونزيدوا نبعدوا ان شاء الله. درت الوقايه الفاكسان، شريت الدواء هذاك جابوه لي من فرنسا تاع المالاريا الحمد لله. جبنا حوايجنا ليون ليمونش هذوك جبنا كلش بربي ان شاء الله. في اخر واللي يدير الخير ما يكون غير خير ان شاء الله. شكرا. عفوا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باينه باينه. منين جيتنا؟ شاموناف. ما شاء الله. نسكن في شاموناف. ما شاء الله. واش رايك في حدود المنتخب الوطني هذا العام؟ يا خويا متفائلين ان شاء الله نجي. شوف انا هذه ديزيام فرحت 2019 جبناها، دوك راني طالع مع زين
طلوازيان ان شاء الله. مناصر وافي ومناصر وافي يا اخو، نحب الجزائر انا يا اخو، نموت على البلاد. وهذا ماك غير هنايا لا وفيب سياد بين الخمسه فرسين، الخمسه فرسين مولودي يقولوا الخمسه فرسين. الحمد لله، شوف الحمد لله يا ربي، بالخميس رحنا درنا الفاكسان، عطونا لي ميديكامون، عيطونا استقبلونا بيان، ورانا دوكا نستناو ونروحوا للوتيل نستعفاو شويه، انا تعبانين راك تعرف، راكو جيتو معنا وشفتو الحمد لله. إذن اخر سؤال خويا، يعني المنتخب الوطني مثلا انا يعاود يولي باللقب الثالث؟ شوف باش نقول لك، انا مانيش متفائل، نتفائل باذن الله تعالى هذا اللقب تاعنا ما كانش راح يباطينا. اخي جيتو انتوما مع شركه موبيليس؟ شركه موبيليس نعم. باينة ماشي حاجة الأولى، هادشي ماشي بريمير فوا اللي يديروها، شركة وطنية راهي تدعم في الفريق الوطني، شغل عطاتنا شغل كيما آمل نجيو نشوفوا ليكيب ناسيونال، ورانا حاضرين وان تو تري فيفا لاجيري. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاضرين اليوم هنا في كودي فوا، جيتوا مع شركة موبيليس؟ بون السلام عليكم، جينا مع شركة موبيليس، نشكر شركة موبيليس هذه المبادرة اللي دارتها وربي يحفظها ان شاء الله. كيف تشوف حظوظ المنتخب الوطني في كندا العام؟ بون لافريك تطورت ما قعدتش كما بكري، لافريك ولاو فيها لي كلوب شنا عام في النسخه اللي فاتت تاع كوب دافريك، كنا كامل نقولوا ان شاء الله تدي المنتخب الوطني يدي الكاس، وفي الاخير تقسينا من الدور الاول شاء قدر الله ما فعل. يعني هذه راهي شغل درس للجزائريين والمدرب واللاعبين باش يدوا العبره منه، كما شفنا اليوم مباراه مصر مع موزمبيق 2-2، يعني ما كاينش يعني نادي صغير في افريقيا وما كاينش نادي كبير، وكما يقول لك الغرور ماهوش مليح، نديروا احتياطاتنا وان شاء الله ندخلوا مباراه ونربحوا 1-0 ماركيو في الربع ساعه الاولى، وتحيه الجزائر.